تخيل إنك تمشي في يوم من الأيام وتسمع أصوات أبواق عالية ومرعبة قادمة من السماء. أكيد في لحظة بتتوهم أو بتكذب الموضوع، ولكن حابة أقولك إن هالشي صار في أكثر من بلد. شو قصة هالأصوات وشو تفسيرها؟ بدت هالظاهرة سنة 2008 لما تفاجأ سكان كندا وأمريكا بسماع أصوات تشبه صوت البوق القادم من السماء، وتكررت هاي الظاهرة أكثر من مرة. حاول الكثير تفسير سبب هاي الأصوات، وظهرت الكثير من النظريات، منهم من قال إنها بسبب الطفرة التكنولوجية وظهور الهواتف وذبذبة موجات الاتصالات، وناسا كان لها رأي آخر وقالت إن مصدر هاي الأصوات هو الكون، وإن الكواكب أيضا لها أصوات. ولكن هاي النظرية ما لها أي تفسير منطقي، لأن في الفضاء ما في عامل لنقل الصوت، وإذا كان لها صوت ليش ما سمعناه من قبل؟ النظرية الأقرب كانت لمشروع سايرن، هو المشروع الأضخم لاكتشاف مكونات الكون، ورجح المحللين أن الأصوات بسبب مصادم الهيدرونات الخارجة من أجهزة هذا المشروع. واعتبر البعض أيضا أن هاي الأصوات مفبركة ومركبة. والحين أنتوا خبرونا، هل سمعتوا عن قصة هاي الأصوات من قبل؟ ولو كان في صوت شو تتوقعون مصدره؟